اولا وجه التحيه باش نشكر الموقع ريف ديا مشتوره من الاخوه النهار شي غتواجد قمشان الميزان اقترح مجلس البلديه ديال السوق نز باش نكمل التوزيع على الارقام الاخوان التجار ولكن الاخوان يعني ولا خصي عدل شا باش نكمل شي التوزيع مره باش نخزعيني قيم الواس الجنه نسجلها هنا وين مجلس البلديه فكش الارقام من غنيصه النفاق خون شني ودا الواس نفهم شات غير نشني سجلني ودا نشني ديت قلنا مرا والشي بقى السوق قيت مجلس البلديه السلطي غاسي معاوني هنا قيت السوق الارقام نشني كشا خد الرئيس المجلس البلدي شنو فاقمتني ودا ما لا يقيم حد واي سجل السمضاتي تعريف ونتاع مثيل او يما رخثند باش نكشف النمروات هنا حس كملوا من النمروات يخني ضاف الشرطه اداريه التقنيني ديال الجماعه هذا سطع السوق كوري الجنة ديك الشيء النمرو النص كوري الجنة ديك الشيء يعني شحال صغير ندير مساحه ما ترى متر وما ترى متر وما 4 متر يعني دير المعدل يعني هو يخصني الاخوه الاخوان هما يتوارد يعني ديني وذاك الشيء النمرو واحد النمرو اثنين النمرو ثلاثه يقرص ربما انت تغير ندير في هذه الفساد نقرص الاخوان نقى السوق قوانين بالفساد السوق قرص خمسه نتورا يعني ما سماه جا هو اثنين الفساد يعني قيم شانا قرص 10 الفساد مرات تقارج دابع 100 قد الفساد تقارج نمر واحد قد الفساد خاصها نفهم الله يرحم الوالدين قرا الساعد ثانا كنت انا شويه الوقت باش كوري جا ديك الشيء النمر الناس انا خزعتي وداني قيم الغا يسجل باش نسجل يعني اش قابل الغا وندخل صلاح على رئيس المجلس البلدي باش هاد ياس انت غير يكلفان انت يدري شنو غادي يوفق النمروات ما راه يقيم حدا سجلني باش شخا فيك صغر المسؤوليه يا ما من المسؤوليه واس نزما شي يعني كان مجهود نجم مجهود قران نقى باش هذا يعني شنو نكسب السوق هذا نوي السوق ومع ذلك كني وثوقي ماذا خص عدم كني وقا داك خش نفوس نوام خو قتوارم يعني من دين جاي يعني الظرفيه دين جا قرار ظرفيه النهرج ظرفيه كورونا شي نتمعوا الجاج خو نغني واحد تكتشفوا ما تكتش نحاجات ما انا يعني نحاجت خطيره نقارات الاخوان نغلى رحم الوالدين ما رخص ما ديري السوق ان معاونات هذه ريش وين الصباع انا كنت شويه العقل نغي الجور نغني انا كنت فوسي الجور نغني انا فكت المشكله باش لازم السوق قام انا سي غير همو قام انا يوات بالشعب وسرخا السوق ويعزم شا يعني خذ شي نقطور فارق النمره وشو خو كيقساو جدي وخا قاو يعني كنقول واحد كريج القهوه هذا غير رئيس المجلس البلدي خزع مين غايك ما ديال خذ يكمل النمره ما راه واي يكمل خو كقراو نهار السبت نكمل النمره واد يتجان اني واي سجلن هذا خصو يجي النمره واه نسونيتو غاتجا النمره يا قديم النمره اللي سكتين ديال البلديه ياخذ يكش باش تبدل النمره واني واحد يجي شاخ ديالو غايس من نصب النمره ولا كارت مشينا نمشي للبلديه ياخذ كمل قمين ترى واكسين يوضع النمره واه مره واكسين تجار النمره واه مره السوق ويعزب شاه قال شكون نعم اسي محمد طلعتوا الفرق من النمر واحد الخو عاد ما دير متفاق مش نصيل فني غيكوشي خدارا تحفزوا فيك كذا غادي يا اخي العزيز نشتي نلقى نقا التصريح ثلاثه ايموان نقيتي ظن نقيت غاه مدي هوني غاسنتيني نشتي يلا كنفرق التجاري جان تسقيت اني تسقت الخضات واحد زعما الجوتيات لاني زنوزان حاجتي جان يعني مختلفه الريكلام المواشي قاع المواشي يعني واش نتكبونا نسن يعني واش تهبط تقسيم وني قجزنا مشى نزلوا ليكم يا الجمرت ما راينا غير قيمنا نهار اثنين يعني نهار الشين من غاد نوسان النمره وانت شي تجاري جان تسقيت دينا وار قاسي وش ان شاء الله الرحمن الرحيم دا وحده غا الشيخ يمكن هاد الناس من واحد وسيده وحده غادي يشد الناس شفت الناس نكمل المشكله قاس كون ثاني يعني غادي تقسم النمرو وما راه غاتور النمرو يا خني غانقى تقسيم قاوني وغاتجيبوا النمرو قاس السوق ويعزو حاب يقسم النمرو وانا مباراه والله يرحم الوالدين يعني تبلاتينو سمحت انا وشكرا اما بعد اشكر هذا المنبر ريف ديا دائما يراكم معنا الحداث ديال السوق ازغنغان صراحة يعني كما نشاهد جميعا أيها المتتبعين في هذه الصفحة المباركة يعني بالنسبة للسوق كما أعتقد وكما يعتقدون جميع الإخوان أن المساحة يعني مساحة جد جيدة يعني قد تستوعب جميع القطاعات من التجار يعني سواء من الخضارة سواء من الجزارة أو الحواتة أو مرحبة الكسيبان تاع المال و زعمي جميع القطاعات ما شاء الله يعني المساحة يعني موفرة بجميع الشروط الصحية ونتمنى أن توفر بجميع بالشروط القانونية لأنه هو ذلك هو الأساس يعني كنا يعني كنطلبوا هذه مدة 8 شهور ولا 9 شهور وحنايا كنغوتوا على القانون وعلى المهم الحمد لله الله يوفق الجميع الله يوفق المسؤولين تاع البلديه والشكر الجزيل للسيد العامل الشكر الجزيل للممثلين الساكنه يعني يعني بالاجماع سواء المعارضه سواء المؤيدين يعني المكتب المسير لهم شكر جزيل
والشكر الجزيل يعني كافة أبناء أزغنغان الأحرار، لا أستني منهم أحدا، وإنما على حسب تقسيم الأماكن. يعني هذه رسالة لجميع إخوتي التجار، أقول لهم الصبر ثم الصبر ثم الصبر، أكل له حقه. يعني المساحة راه كافية، مساحة قد تستوعب جميع القطاعات. يعني كما السيور شو تسمازيغ، يعني شمش تواريغ، يعني المساحة قد تسكسي مرة التجار قاس نيايت ما التجار، يعني غنصبع تاياك ذويا قد تقسيمها موي تاوي تاوي مجلس قانيش المود دايش 4 أيام 5 أيام، يما جميع من يبدل الأسواق وإلا يتاوي شوية الوقت. السلام عليكم، معكم حسن شابون خضار. حنايا اليوم جايين للسوق هنايا عند تسمى بالميزان، تيقسموا الاماكن. الناس ديالنا خصهم شويه ديال النظام، النظام ما عندناش، باش بنادم يركز شويه على راسو ويفهم صاحبه ويفهم خوه. حنايا لا واحد تيقول له لا راه ما سجلش واحد، راه هادي وقعوا لنا بزاف ديال العراقيل غابين تناول. بنادم باقي ما فهم حتى شي حاجه، الا بنادم واحد تيلعب على واحد على العقل، بنادم ما تسناش حتى يساليو. بنادم يسالي الاخر عيطوا على حسب اسماء اللي مقيدين، باش بنادم يشوف واش مسجل ولا ما مسجلش. بنادم راه الله يحسن عاون، شحال بنادم قدك تسجل، بنادم راه تنسى بنادم، واخا بنادم نساوه راه وجدوا له واحد بلاصه معينه خلاو فيها واحد الاخر ديال الناس كاملين غادي يكونوا بالبلايص ديالهم. الا بنادم خصو يعطي الناس شويه ديال الوقت، ما يكونش بنادم دغيا تيتعصب تيتنيربا، راه كلشي كاين بالاماكن ديالهم. الا خصنا شويه ديال السلطه تجي توقف لنا باش تعاون معنا شويه. بنادم راه خص هو يكون في المرتبه الاولى، هو اللي خص يهز النمره. بنادم غير بشويه بشويه راه كل واحد يخرج بالمكان ديالو، وكل واحد راه هاد السوق راه ما غايقصي حتى شي واحد، كامل اللي خضار غادي يدي بلاصتو. الا بنادم خصنا شويه ديال المساعده، شويه ديال الاخلاق وشويه ديال الاخر، باش بنادم تيقول لك تسنى راك قيدتك، تقول له انت لا ما قيدتينيش، باش عرفتي انت الا ما قيدكش؟ باش عرفتي؟ والسالاو التكيات، راه التكيات باقي ما سالاو، وبنادم تيحكم لا فلان شفار، لا النقابه شفاره، لا هادي، بنادم ما شري، خليه يساليو التقسيم، الا ما عيطولكش، حقك تدوي، حقك غادير اللي حبيتي، احنا رانا معاك. حنا تنعطيوك اليدين خصو غنغي مغا عاود بوعدي شي جاك ضو نغني غنصبع راه كيجدو نغني الاخوان قصحان في التقسيم. الله يوفق الجميع يا ود ما نيا التابرات يخص السور ورخومين غيني غير الاخين. شوف نشين يعني يموشاني سبحان يواجبو يموشاني سبحان الاخو مشتو غنغي ذي هاي ذي هذه السوق سوداي الاخو قوان زما مار نحاول ما امكن يعني انا انصاب قمر وادي نبو الرضا كي جوناني ان دي السوق ميتو غنجا برانادا دو السوق ميريو يعني وزما ديكسي دي مار جميع وداني هنتسا سيدانيت يعني ماش تو غادي نجاني ان كوري كور السوق التقصير تنس فهم ذايا فلذا يعني توجه الرسالين قاسن يايث من التجار انا مصرادا قارزق في يد الله وريج ماني جديد الطوقار ومي العزيز قال خير يعني ماني ما يدا مانيش ماشي كتبصي ضرب العالمين لقمة العشاء شد صوت ما كاين لا بلايص مزيانين لا حتى شي حاجة. دابا عطاوك النمرة، عارف انت ايش المثل؟ عطاوك المثل نمرة واحد، عارف انت هاد الواحد ملي غادي تبدا؟ واش غادي تبدا من التحت ولا غادي تبدا من الفوق؟ راه عطاو النوامر، ماشي راه باقي ما تراصاوش، باقي ما عارف اش من النمرة اللي ديتي انت واش من النمرة اللي ديت انايا، هذيك غير هضرة، باقي ما عارفينش التقسيم منين غيبدا. عطاوك النمرة واحد حتى غادي فوقاش غيديروا؟ علاش؟ راه فيها الجوتية، فيها الكزارة، فيها الحواتة، فيها جميع الاقتصاد الاخر ديال الخضرة ديال السوق اللي تحت السوق راه هنايا في هذا السوق. انت تقول لي عطيت البنادم عطيت له بلاصة مزيانة، واش عرفتي من غادي تبدا؟ راه ما عارفينش من غادي تبدا. وتنطلبوا من هاد الناس يتعاونوا معنا ويحلوا شوية العقل ديالهم. أنا غير في كورونا والنهار اللي تسدات غير السوق ديال سلوان دخلوا الناس من برا للداخل، راه أكثر من شهر حنايا في المعاناة، علاش بحال هكا؟ وفين عاد وزايدون حيدوا السوق وغادي ترد السوق؟ راه قاصح بنادم شوية النظام وشوية ديال الآخر، بنادم يخدم شوية ديال عقله وشوية ديال الوقت، هذا الشيء اللي عندنا.